شكرا لك الرئيس. شكرا لك الرئيس. طبعا انا اتمنى ان يعني هناك يعني لسته مقيدين، واتمنى ان الوقت يطولهم ونتجاوز نقاط النظام. الاخ الرئيس، كنت اتمنى اليوم صراحه يعني في هذه الظروف ان اجد الحكومه تقف وتحط مبرراتها ويسوون البرزنتيشن مالهم ويقولون لنا. يعني هل يعقل الاخ الرئيس تقرير اللجنه نتكلم عن قانون سوف يكلف البلد 6 مليار دينار؟ لا اجد من الحكومه لا وزير ماليه، يعني مع الاسف مع احترامي وتقديري حتى لوزير التجاره، ان تقف وتقوم بعرض. البارح مجلس الوزراء مع الاسف يصرح تصريح انشائي. دوله بهذه الظروف السياسيه والاقتصاديه شو تقول لك؟ تقول لك والله اوضاعنا بالمستقبل القريب سوف نعاني من مشاكل اقتصاديه. يا اخي شنو هالكلام الانشائي؟ انا بعرف دوله هي تسيء على نفسها من نواحي اقتصاديه وماليه وتسيء الى سمعتها الماليه، ليش؟ يعني عشان انت بترد القانون، تعال يا وزير الماليه اقعد واشرح حق الشعب الكويتي، خلي الناس تقتنع، من الممكن تكون وجهه نظرك صحيحه، اما انك بس تكون كلام انشائي. الاخ الرئيس مع الاسف ما زالت هذه الحكومه لا تعي حقيقه العمل الفني الموضوعي من خلال هذه التشريعات. وانا البارح يعني تكلمت ويا سمو الرئيس، قلت له انت متوجه توجه تنموي، انت اليوم تدير بلد اقتصادي بفائض مالي يعني لم نعهده على تاريخ الكويت، ما عندك وزراء في الحكومه اقتصاديين، ما عندك مستشارين، لذلك احنا في فعلا في مشكله، في ازمه فعليه، عدم وجود وزراء قادرين على اداره الدفه الاقتصاديه في هذه الحكومه. يعني مع الاسف يعني ما زالت الحكومه تتكلم بحلول انشائيه لقضايا اقتصاديه وماليه. الاخ الرئيس صراحه الاخوان اجتهدوا وجزاهم الله خير. الحكومه مع الاسف تتكلم ان الهدر المال العام من خلال بعض المصاريف الغير مبرره. يا اخي مو المجلس اللي قاعد يصرف، ما الحكومه الوزراء هم تطلبون الميزانيه وانتم اللي تصرفونها بهالمبررات. انتم اللي تاتون اليوم، انتم جيتوا بقرار، وتفضل اخوي نبيل الفضل كلامه صحيح، اذا الحكومه جاده ان 30,000 بتعطيها يعني دعم للمواد الاوليه من غير انها تسترجع، بالعكس حق المواطن افضل، افضل من انه يروح له قرض ب 100,000 ويدفع قيمه هذا القرض. لكن في السؤال الان مطروح لك الرئيس، اليوم مع الاسف الصناعات المواد الاوليه بالكويت كهرباء مجانا، مواد اوليه مجانيه، لذلك مع الاسف في وزاره التجاره طلع لهم تراخيص تصدير وينعكس بشكل سلبي على المواد الاوليه بالكويت. ليش؟ انا قاعد اعطيك من المال العام كهرباء ومواد اوليه واستثنيك من الرسوم عشان تاخذ موادك الاوليه وتبيعها باضعاف الاسعار، وتجي الدوله مع الاسف نفس الوزاره تدفع لك فلوس عشان قيمه مواد مضاعفه. اليوم الاخ الرئيس انا ما ابي اروح بعيد، لو تخطر حدودنا بعد ساعتين الدول الجاره الصديقه ما هي مستعده تورد لك حتى كيس اسمنت، حتى صلبوخه واحده ما تطلعها، حتى درب الامر، لان تعتقد ان هذا ياثر على اسعار المواد الاوليه. لذلك تقدمت من وفق هذا المشروع لن نجيز للحكومه حتى نترخص تصدير هذه المواد الاوليه، ويكون من ضمن المشروع منع تصدير المواد الاوليه. احنا قاعد نوفر لك وندخل لك هذه المواد من غير جمارك عشان تدعم الاسعار المحليه، تروح تصدرها على اساس تاخذ لك فائده وينعكس بشكل سلبي. هذا جانب. الاخ الرئيس، لذلك الحكومه اذا تدور عن تعظيم ايراداتها ما عندها مشكله. مو من المنطق اليوم في قانون على الاراضي الفضاء ولا حد قادر يطبق هذا القانون، واتمنى يكون وزير الماليه موجود عشان يطبق هذا القانون. احنا فعلا في مازق سياسي ان الحكومه تتكلم وتنظر، ولكن مع الاسف من غير وجود رؤية موضوعية فنية وفق جداول زمنية على أساس قابلة للتنفيذ وقابلة للمحاسبة. الأخ الرئيس صراحة يعني أنا أتمنى كذلك أني أجد مخالفة واحدة على هؤلاء بعض التجار، ما أقول كل التجار الجشعين، من خلال التصدير وإعادة التصدير. يبقى البلد أولى، أنت اليوم مقبل على مشاريع مليارية، عندنا استثمارات نفطية، وعندنا مشروع القضية الإسكانية تكلم عن مبالغ هائلة، لا عندك موانئ مثل الأوادم، لا عندك مكان مستودعات تخزينية، لا عندك أنك أنت
تحافظ على أسعارك ومنتجاتك، لا في تسهيلات في الأيدي العاملة. هذه مشاكل يجب أن تكون في الحسبان من اليوم أخ رئيس. شكرا شكرا أخ جمال، شكرا أخ جمال. نعم، كم تبي؟ تفضل. الأخ الرئيس صراحة إحنا بحاجة إن الحكومة، والأخ موجود جزاه الله خير من القطاع الخاص الأخ ياسر، وقلت له البارح قلت له يا معود قعدوا أنتم كحكومة، وجدوا مبررات، وجدوا رؤية، تعالوا لنا قعدوا هني قولوا لنا إذا إحنا فعلا نعاني من مشاكل تعال قول لي. لكن لما يكون الشعب الكويتي أول أمس تحط لك نص مليار، وقبل كم تحط لك كم مليار، وتقول له احنا اختار اقتصادنا في المستقبل القصير سوف نضع فيه مشاكل ماليه، شو تفهمه؟ شلون يعني شنو التناقض؟ بس تصريح كذي هو؟ من اللي يصرح؟ من اللي يتكلم هالمواضيع؟ يا اخي ما يصير يعني دوله الكويت احنا نعتمد على ايراد نفط واستثمار الايرادات وزاره الماليه، وزير الماليه ما يدري ايش يقول. هذه مشكلة أخرى الأخ الرئيس. الأخ الرئيس أتمنى كذلك يعني هذا القرض، أنا أتكلم من وازع وطني، إذا اليوم إحنا أعطيناكم 100,000، والأخ المقرر اسمعني، المقرر الجبري اسمعني عزيزي اسمعني خذ الملاحظة، أعطيناهم 100,000 وانعكست بشكل سلبي على الاسعار. اليوم احنا القضيه الاسكانيه لها مردود ايجابي على متوسط الاسعار حتى القسايم، واحنا قاعد نترقب من 5 الى 10% في نزول. الحين الترند اذا بتي عكس السير بتعطيهم 100,000 وين بتروح الاسعار؟ هذا جانب. الجانب الاخر، انت اليوم الاخ الرئيس اذا كانت هذه المواد حتى على الحكومه انها تفرض اسعار مقابل كلفه التصنيع، على اساس ان الكلفه الماليه مو راح احط الفلوس بجيب كم واحد، وهذا الجانب طبعا يجب ان يؤخذ بالحسبان. وكذلك انا كلامي للاخ المقرر، اذا كان لابد ان يكون هناك 30,000 تعينه انه يكون كقرض بديل، وهذا من ضمن الاقتراحات اللي اتمنى انها تكون في المداوله الثانيه. اليوم احنا عندنا ودائع كدوله الكويت وهو مال عام موجود لدى البنوك المحليه بعوائد 0.5%، وهي تتعدى فوق 20 مليار دينار كويتي. إذا كان لابد كقيمة وككلفة للدولة، إذا كانت الدولة جادة يحطون جزء ويكون مثل قرض ومراقبة، لأن كل دولة في العالم هناك نظام قرض إسكاني، وهذا القرض طويل الأمد ولكن محكم برسوم وفوائد معينة. إذا كان البنك من الممكن بدال لا يروح يكون فريسة لبعض البنوك بأسعار، لأن في النهاية هذه البنوك قاعد تأخذ ودائع من المال العام قاعد تدفع 0.5%، يحطون نسبة معينة لدى بنك التسليف ويكون هذا القرض 30,000 المتبقي اختياري، ومستعد المواطن يدفع له 0.5% اللي تدفعها البنوك. لكن إن أنا أروح الدولة تأخذ 0.5% من أموال الشعب والشعب يروح يأخذها ب10% عشان كم واحد، هذه مشكلة أخرى. لذلك الأخ المقرر أتمنى أن يكون هذا الجانب، وكذلك جانب عملية عدم إيجاز الحكومة أن يعني تصرح لأي مصنع محلي يستخدم موادنا الأولية وكذلك الطاقة الكهربائية بأسعار مدعومة وروح يبيع منتجاته خارج السوق المحلي. الأخ الرئيس اليوم مشروع الإسكان، إذا الحكومة جادة فعلا بالتوجه، وانا حاسب هذا الجد وهذا التوجه، ليش التخوف؟ اذا انتم مقدمين، واحنا مثل ما تسمع الان مقدمين على مدن اسكانيه تحل هذه القضيه الاسكانيه بشكل كامل، لذلك انه ليش التخوف حتى يعني من زياده القرض؟ انا ماني عارف. اذا احنا فعلا راح احنا نعطيهم خلاص، ما انت تقوم في البنيه التحتيه، وبالنهايه الحكومه من سوف يوفر هذه القسائم، والحكومة هي سوف طبعا من تقوم بتمويل هذه القسائم، وسوف تنباع يعني تنباع في السوق وفق توفر هذه القسائم، وراح يكون إن شاء الله لها انعكاس إيجابي على متوسط الأسعار في المستقبل لطبيعة هذه القسائم. الأخ الرئيس صراحة كذلك أتمنى من الإخوان في اللجنة، وهو عملية المرأة يجب أن تعطى حقها،
وأشكر طبعا بالفترة السابقة أن وصلوها 70,000، وهذا يجب أن تكون في منظور القانون، وكذلك الأخ في بنك التسليف أن يعني يوفر لها مقوماتها وظروفها، لأن الآن إذا بتعطيها 45,000 وتحدها في ظروف معينة في السكن ما تلقى شقة 45,000 حسب الشروط اللي هي تسمع لها في بنك التسليف. يعني هل يعقل أنا أقول لك ما راح أعطيك قرضك إلا بشروط سكن معين، وهذا الشرط ما ممكن يتحقق في مستوى السعر؟ شكرا للأخ الفاضل جمال العمر. كلمة الآن للأخ